بعد قليل. والشيخ هيثم حفظه الله تعالى سيبدأ بأصول الثلاثة، ثم قواعد الأربع، ثم الدروس المهمة، وستكون هناك تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص إن شاء الله. واليوم بإذن الله تعالى سيبدأ شرحا بأصول الثلاثة إلى المغرب، ثم المغرب يواصل للعشاء. بعد العشاء ممكن نأخذ بعد الدقائق تقريبا نصف ساعة أو 45، ثم نتوقف بإذن الله تعالى. وغدا في الصباح الباكر الساعة 10، الساعة 10 صباحا ليس 8 كما أعلنا سابقا، يواصل قواعد الأربع، أو إن لم ينتهي بأصول الثلاثة نبدأ بأصول الثلاثة، ثم يخلص ويستأنف بقواعد الأربع بإذن الله تعالى إلى الظهر. وفي الظهر إن كان الوقت باقي نزيد بعض الأوقات، ثم نواصل بعد العصر إلى العشاء، وفي الأحد نفس الشيء بإذن الله تعالى. وإن شاء الله غدا سوف يكون هناك غداء للطلاب والطالبات الذين يسكنون بعيد حتى يبغوا في المسجد معنا إن شاء الله. وطريق الشيخ الذي اقترح أو هو طريقه في التدريس إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون هناك ترجمة باللغة السواحلية أثناء الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ ميان زكوان دكم شكور الله سبحانه وتعالى اللي تقسانيا سيامو كما هي نكمون با الله توفيقية كهيلة. قبل أن نبدأ في الدرس أو في هذه الدورة نريد نتفق على يعني شروط لإقامة هذه الدورة. قبل أتجانز دورة هي كنا مشرط لازم توفيقيان قبل يكوانز. الشرط الأول لابد من المواظبة على الحضور في الدورة، يعني لا نقبل أي عذر للغياب. الشرط الأول لازم متواجد لازميشة نكون حضورية كون الدورة نارتقبال عذري يمتوك تهذرية. الشرط الثاني أن الطالب يتأدب بآداب طالب العلم. الشرط الثاني كون بمنافونزي أجي لازميشة نآداب وزا منافونزي، يعني ما يمكن استخدام الجهاز الجوال، يعني هيدو روسي وكتمي سيمو. أي طالب يستعمل الجهاز الجوال المحمول سيسحب منه إن شاء الله. لا نخليها هذا للتسجيل ما في إشكال. طيب، فنحن يعني الآن في مجلس علم لا يليق بالطالب أنه في الدرس يخرج الجوال أو يتكلم مع زميله. نعم. يعني كوفو بهيت روسي وكتم ياسيمو أو كتم كوزنغمزا نمنزاكي كوني دورة أو يمد رجليه، لا ما يلق هذا بالطالب العلم. أو كوني شاميغو. جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام كيف جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ مد رجليه، جلس جلسة المتعلم المتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة متعلم لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. شيخ سما جبريل فيبا لبكاء وقات ميل يمتوم صلى الله عليه وسلم سما جبريل مكاء كاو جاء منافونجي من يدام نا جبكوا جبريل مكوجا وصغهي أو صرهي إلا جبريل mtume mwenyewe amesema kwamba ni mwalimu wale, kwa hivyo hakunyosha maguu ila amekunja maguu yake. Hata alkitaba fi ddars yani mamnua, la nurid ahad yaktub fi ddars,
hata kuandika tunsit watahfaz hata kuandika pia iruhusiwi ni ukae usikilize uhifadhi فانتبه معي اغلق الكتاب الجوال كن يعني معي ونحن نراجع ان شاء الله ونحفظ اصلا هذه الدروس يعني دروس بسيطه سهله ان شاء الله نعم طيب تفunge vitabu sikilize kwa makinifu tuhudhurishe mioyo yetu na darasa hizi ان شاء الله zitakuwa darasa nyepesi khafif نعم الشرط الثالث عندنا حفظ هذه المتون حفظ هذه المتون مهم جدا والله الشرط ياتات حفاظ هذه المتون ambazo tutakazofundishwa hapa فطالب العلم لابد يرجع للعلماء في طلب العلم من يكتفوت علم لازم ارجعه كما علماء جو يكتفوت علم خلي هذا لا يشوش علينا الان نعم فطالب العلم لابد يرجع الى العلماء في طلب العلم نعم وايضا من يكتفوت علم لازم ارجعه كما علماء جو جambo la kutafuta علم والعلماء رحمهم الله تعالى ارشد الطالب الى حفظ المتون المهمه نما علماء وميلكزا ونقوغوزا wanafunzi juu ya kuhifadhi hizi mutuni ambazo ni muhimu zaidi نعم ومنها هذا المتن المبارك متن الاصول الثلاثه miongoni mwa mutuni hizi ni matni hii al-usul al-thalatha katika mutuni maulama walizo tuelekeza tuwe nenye kuzihifadhi fa imma an nattafiq او نفترق ماذا تقولوا عائشة نعم اما ان نتفق على هذه الشروط او نفترق اما توافقيان بشرط هذه او تفرقيان لكن اذا اتفقنا لا نسمح والله لاحد اخراج الجوال يعبث يتكلم يمد رجليه لا يتادب باداب طالب العلم يؤدب lakini tukiwafikiana kwa hivyo lazima mwanafunzi ajilazimishe na adabu hizi na hatutomruhusu na yote atakaenda kinyume atafundishwa adabu la yaliq hadha bimajalis alilm mumkin yaliq hadha bisuq yani ay ahad yatakallam ay ahad yanzur fi aljawal yattaki yal'ab amma fi majalis alilm لا يليق هذا جبريل عليه السلام قلنا جلس جلسة المتأدب المتعلم وأنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الجن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضروه قالوا أنصتوا جبريل عليه الصلاة والسلام قبل هذا سمى من نهاية أو من بهاية هيا لنغاننا ملفونزي كوني فيكاو فايليمو لابد سيمو نجين يعني كوكا كتزي أسيمو أو كنيوشا مغو أو كويجيميا سمى جبريل عليه الصلاة والسلام alikaa kikao kama tulivyotaja kikao cha mwanafunzi na vile vile majini walipohudhuria kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wenye kunyamaza naam nabda bidirasat matn thalathat usul tutaanza na matni ya thalathat alusul qabla an nabda bidirasat hadha almatn nasal as'ila khamsa قبل هتجانزا تتوليزا مسؤال متان السؤال الأول سؤال الأكوانز لماذا ندرس التوحيد لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد كونيني تسوم توحيد لو كميوليزوا أو أزكازنغمزا من يكسيما كونيني تنسوم توحيد من يعرف نعم خلقنا لنوحد الله تمهومبا ili tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala wala yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay ibada illa bit tawhid wala Allah hataqabali ibada yote isipokuwa na tawhid la yadkhul al janna illa muwahhid haingii peponi illa yule ambaye ni muwahhid da'wat al anbiya wal rusul alayhi as-salatu was salam ndio da'wa ya mitume istiqrar al amn kupatikana amani kwa tauhid alhidaya pata hidaya tauhid tumanina halawa aliman utulivu na ladha ya iman sabab
لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سباب يكبات شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم تكثير الحسنات وكثيرشا كباتا أو كتند مزوري تكفير السيئات وفتوى مذامي والله نحن بحاجة إلى التوحيد أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب سما كيابا قوجينا لالله قم بطنا إتاج التوحيد زيدي كلكو قوإتاج تقولا نبنيواج حتى لا نقع في الشرك إيلي تسينجيك تلك الشرك ثم لو يسألك سائل ثم لو تنجيوليزا أو قوليزا من يقوليزا وجاءنا ما مشكلة ما أنت محامي لا تتكلم يا أخي لا تتكلم هو يتكلم أنت محامي أيضاً دعوه يتكلم الآن لو يسأل سائل موحد أنت موحد تقول موحد نعم تكيوليزا أمتو كوليزا موجة أبا جيو يعني موحد تسيما نديو تسيما ني موحد مشرك تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك نعم يه مشرك تسيما أعوذ بالله ميمي سي مشرك طيب ما هو التوحيد يه ني بي توحيد أنت تقول أنك موحد ويو أسيما موحد نعم ديو ما هو التوحيد توحيد النيني إذا عرف التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنه موحد أكي إليزي توحيدي كما إلي ببكي ونمتومي صلى الله عليه وسلم أتكوني موحد وإذا قال أنا لا أعرف ما هو التوحيد لكن أكي سيما ميمي سيجيه بتوحيد أو توحيد معناه النيني إذا هذا معناه أن هذه الشهادة هي شهادة زور تقوى شهيدين وشهيدي ورنغ ثم سألنا هل أنت مشرك كيش تكمولي زوج ويواني مشرك يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك سمع أعوذ بالله ميسي مشرك طيب ما هو الشرك نيبي شرك الذي حرم الله عليك باو الله أمي حرمشا وتبرأ منه نوجي يكمالنا شرك يقول لا أدري سيما سجوي لا أدري ما هو الشرك فهام الشرك النين لكن أنا لست بمشرك لكن ميمي سي مشرك طيب لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري وين أوكا إنجيا كتك الشرك كوبا بلا كتجوه إذن أوجب الواجبات وأول الواجبات تعلم التوحيد ويفو جامبا مالو للواجب زايدي نكوبا زايدي يعني مهم زايدي نكوزجوه توحيد إذن هذا هو السؤال الأول هي السؤال الأكوانزي قبل الدراسة لماذا ندرس التوحيد قبل أتجاهز بصومة قوانيني تيسومة توحيد السؤال الثاني سؤال يبيل لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن ثلاثة أصول قوانيني تمتجوه قصومة رسالة هي ثلاثة الأصول هناك كتب كثيرة مؤلفة التوحيد لماذا اخترنا دراسة هذا المتن هنا كتاب فينجي والتوحيد قوانين تمتجوه كتاب هيك من يعرف لماذا ندرس هذا المتن نعم لأننا طلاب نعم قوانين تيسوما أو تصوم رسالة هي وسباب سيسين ونفوز الطالب ليس له أن يقدم أو يؤخر أو يلغي أو يدرس ما شاء من الكتب لا mwanafunzi hana haki kwamba achague au aakhirishe au atangulize anachotaka kwenye vitabu la bud min arrujuu ila alulama arrabaniin lazima kurejea kwa maulama wakubwa maarufin arrabaniin hadha arada an yadrus atib mathalan tib alasnan mathalan kwa mfano huyo ataka kujifundisha tiba ya meno madha yasna atafanya nini يأخذ بعض الكتب يقرأ فيها أتشكوا بعض يا فيتابو نقصوما أن يا فيتابو فيلي ثم يستأجر مكان كيشا قديش مهال يا كاي ويكتب عليه طبيب أسنان ويعمل في الطب أنيكي بانغو قوما ميمي نتيبو أو دكتاري ومينو يصح هذا؟ لا تفا لا
لابد يرجع إلى أهل الاختصاص لازم أرجعي كوالي وين فنه أو وين اختصاصي يا فنه ماذا أقرأ كيف أدرس نعم نسومنيني نا كتوغاني تبسوما وبعد هذا يتخصص ثم بعد هذا يطبق بعد هذا بساسا لو تخصص إلى مادة وإلى فني ألاف لو تانزقوا وفاني لكاز إذن طالب العلم لابد أن يسير على الطريق الذي خط لنا العلماء فإذا منفونزي لازم أفوات الانجي أمام علماء ومي تولكيزا نكتونش إذن أول ما يبدأ به الطالب التوحيد فإذا جنب الأقوانز أنا لو أنت قصوما منفونزي للتوحيد وأول ما يبدأ به الطالب متن ثلاثة أصول نبيل بيلي كتاب الأقوانز أنا لو أنت قصوما منفونزي لثلاثة الأصول السؤال الثالث سؤال لتات ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ نزيبي هذه أصول تاتو وفوق. من يعرف ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ نعم. هي أسئلة القبر الله يفتح عليك نعم. اليوم سؤالي يا كوليزو كابورين. السؤال الرابع. سؤالي لأن ما الثمرة ما الفائدة من دراسة هذا المتن؟ فإذا كان أو باتيكان قصوما متنه. من يعرف الفائدة أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة فإذا استقضوا فتكانا تكسوما إذا أصول الثلاثة ثم عملنا بها كيشا تكيتميا ثم دعونا إليها كيشا تكالنغانيا يوهيلو وصبرنا نتكفمليا على العلم يو يعلم ثم على العمل يو كيشا تكتند ثم على الدعوة كيشا تكالنغانيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر وإذن الله سبحانه وتعالى تتجيب أسئلة زقبرين تكفي هذه الثمرة يتوشى فيدهي نعم تكفي نعم يتوشى السؤال الخامس سؤال لتان أي كتاب تقتنيه إذا أهدي إليك كتاب ماذا تصنع في هذا الكتاب كتاب تشوت أمباتو ونتوليتيوه ونكفنانين تقرأ الكتاب بأكمله وكسوم كتاب كزيمة وإذا لم تستطع أقل شيء تقرأ في الكتاب مقدمة الكتاب وفهرسة الكتاب نيكيو هاو تويزا وكسوما وقوشاتي كميسا وصوما مقدمة وتنغليزنا مشوى وفتاب أو فهرس الكتاب إذا ما هي نصيحة العلماء عند اقتناء الكتب فإذا نصحة جاني يما علماء جو يكوتي ليومهيم وقوكو فايديكا كوني فتاب تقرأ الكتاب بأكمله نكسوم كتاب كزيمة إذا لم تستطع تقرأ المقدمة والفهرس إكيو هاويزو ككسوم سوم وتنغليزي وكتاب نيل فهرس كتاب مقدمة الكتاب إذا عندما تقرأ المقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف وكسوم مقدمة وتباتا كجوها لنغو لا يلي مناتشوني لتوكيانديكا نمبانجليواكي وكوانديكا كلي كتاب وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب na fahras kisoma kwenye fahras utapata kitabu kimebeba nini ndani yake